يعني أذكى من هيك كبسة في حياتي ما أكلت. أطيب وصفة على الإطلاق ممكن تعمله للكبسة. إشي مش طبيعي، إشي خيالي. اللي بيعمل الكبسة وجربها قبل هيك حيلاقي إنه هذه أطيب وصفة، واللي ما عمره جرب الكبسة راح يكتشف إشي جديد في حياته. طنجرة، شوية سمنة بلدي، ملعقة صغيرة كتير، شوية زيت زيتون، وشوية زيت قلي خضار أو ذرة أو أي إشي، ورقتين غار، نص عود قرفة، خمس ست حبات هيل، لومي أصفر أو أسود اللي هو الليمون المجفف، هاي واحدة صفرة، هاي واحدة سودة. إذا بتحبوا قرنفل خمس ست حبات. هيك التوابل جاهزة بحط على جنب وبجيب لوحة تقطيع. بصلة كبيرة، سكينة جديدة جرحتني الطبيعي، بقطعها ناعم. بدي حبتين بندورة بس لقيت واحدة والصغير هذا بحط منه. بدي فلفل، يعني حطوا فلفل، حطوا فلفل. ضايل بدي جزر، بقشرها على الخشنة وببرشها. وبنيجي هنا الزيت مع السمنة مع البهارات اللي حكينا عنها وعلى النار مباشرة، بس أقلبهم ثلاث دقايق. بنزل أول إشي بالبصل، بقلبه ثلاث دقايق. أنا بعد البصل بحب أنزل الشطة، تقليبة سريعة. يا سلام على الريحة، يا سلام. انسوا بهارات الكبسة الجاهزة، انسوها انسوها، خلص خلص، اعملوها من الصفر زي هيك أطيب بكتير. وهلقيت بنزل بالجزر، تقليبة ثلاث دقايق على السريع. ممكن مع الجزر أغطيها عشان نحبس الحرارة وينطبخ بسرعة بدل ما تنشف الطنجرة. هلقيت بدي ثوم وزنجبيل، عندي في عندي زنجبيل وفي عندي ثوم، عندي مطحون معجون وجاهز، بس تعمله صح ولا لا؟ يا سلام على الريحة، يا سلام. لقيت بنزل بالثومة وبنزل بالزنجبيل، يعني زي ملعقة كبيرة من كل من أحدهما. بسكرها كمان شوية، دقيقة بس. عظمة عظمة. وهلقيت بنزل بآخر إشي، لا قبل البندورة، بدي معجون البندورة. بنزل بملعقة كبيرة 100%، تقليبة سريعة. والله على الريحة. خليني أضيف المكون السحري هلقيت قبل البندورة، واللي هو قشر البرتقال، ألذ إشي في الدنيا ممكن تحطوه على الكبسة. بدي بشر برتقالة كاملة. في ناس بحطوه بس في كتير ناس ما بحطوه. هذا الإشي اللي غير حياتي في الكبسة أصلا، من بعد ما أختي عرفتني عليها يمكن عملت 20-30 مرة، ولا مرة فيهم كانت أطيب من اللي فيها قشر برتقال. يا الله على الريحة، ما أحلاها. وهلقيت بنزل بالبندورة، بقلبها وبعدين بغطي عليها، خليها دقيقتين قبل ما اجيب الدجاجة واقطعها. بتقطعوها بالشكل اللي بدكم اياه، نشيل الجلد زيادة، بطلع الظهر، يا سلام، وبقصها من النص. شايفين؟ ولا في اسهل من هيك. نكب الزبالة اليوم يا حبيبي، على الوان يا حبيبي. بدنا ننزل ملح، واذا بدي بحط فلفل اسود حب، بيطلع لذيذ كمان، انا بحبه في مع الرز. بجيب نص دجاجة وبنزله زي ما هو زي هيك، بخليه يتغرق بالتوابل، وبنزل اخوه خليهم ياخذوا شويه من التوابل الدقيقه على السريع، وبنزل بالماء اللي بتغلي. يا سلام يا سلام. وهلقيت بخليها تغلي، يعني بعد ما تغلي، هي غلط اصلا، بخليها 40 دقيقه الى 45، وبنرجع لها. قبل ما انقع رز، بده رز بسمة الحبة الطويلة، بغسله في المية أول مرة، تاني مرة، تالت مرة، نفسي مرة أغسل الرز وتطلع معي المية صافية 100%، ما بتطلعش. بجيب صينية للفرن وبولع النار على 190 بشوي زي هيك، وبنزلها. بضل عندي الشغلات الزاكية اللذيذة هذه، وبنزله فوق المرقة. طبعا انتوا بتعايروا الكمية اللي بدكم إياها. يا سلام. بغطي عليها، بوطي النار على أوطى إشي. ركزوا معايا، بدي اعصر عليه ليمون، ليمون على الدجاج، اه هذا الزكاوة فيه. لما بعصر ليمون بقرب ايدي عشان ما يطلع على جنب هيك ويبعد عن المكان. رشة ملح، فلفل اسود، زيت نباتي شوية صغيرة بس، بدهنه زي هيك. الله معك، روحي طالعة. يعني ممكن نخليها ربع ساعة وبنشوف بنكمل بعدين اذا بدها. وهلقيت عشان نظبط الاكلة بنجيب شوية بندورة على كزبرة خضراء، على شوية تومة، إذا في عندي بدل كزبرة خضراء شبت أخضر برضو يمشي الحال، ممكن شوية بصل أخضر كمان بيطلع طيب كتير، عصرة ليمون
وهيك بيعطيني الدقوس. الرز ضايل شوية مستوي والدجاج لسه ما خلصش، فبدي احطه في البقجة عشان اكمل طبخ عبل ما الدجاج يستوي، صح ولا لا؟ احسن اختراع في الدنيا كلها. وعبل ما ندوق الدقوس، بسم الله. الله 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 الله، اباي شوفوا لي هالالوان ما احلاها، وهو المطلوب. اباي شوفوا لي هالمنظر، يا سلام يا سلام على هالمنظر ما احلاه. اباي تعالي هيك، هاي المناظر حلوه ولا بلاش يا حبيبي. وبنحط اللوز. عندي بقدونس، انا لقيت بقدونس على قولة المثل، بيت الشيف بخلاش من البقدونس. وهيك بنعمل أزكى كبسة بالدجاج سعودية في العالم كله حبايبنا. لازم كيف بس هالمنظر، وهكذا بنقول بسم الله بدنا ناكل. يا سلام يا سلام، عارفين أنا كتير فخور بهذه الوصفة، وكتير فخور بالأكل الطيبة هذه. يا الله على الأطعمة والروايح ما أحلاها، أكلة عظيمة جدا. لما بدي أعز حدا بعزمه على كبسة. ننساش الدقوس واللبن، اللبن زاكي جدا مع الكبسة خصوصا مع اللوز. الرز مع الدقوس شيء زاكي جدا. أحط هاد هنا ولا بخلط بكف نص دجاج يا جماعة الخير؟